أنا هشارك في مؤتمر دبي ديرما 2015 ببرزنتيشن أو بمحاضرة عن استخدام الدرموسكوب في تشخيص الأمراض الجلدية ومدى فعاليته ومساعدته للأطباء في اكتشاف المبكر للأورام السرطانية، بالإضافة إلى متابعة نجاح العلاجات المختلفة في الشعر والجلد. الحقيقة أيوة، أنا حضرت قبل كده دبي ديرما وانس، مرة من يمكن 5 سنوات، بس أول مرة أشارك as a speaker. الحقيقة المعرض يعني يعتبر من أهم المعارض اللي أنا حضرتها، مقارب جدا للمعرض of the أوروبا أند أمريكا. حقيقة يعني كل حاجة فيه بتلبي احتياجات الطبيب الزائر، تقنيات حديثة جدا شفناها هنا، لأن لسه راجعة من مؤتمر الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية، ويعني عايزة أقول إنه هو يعني تقريبا زيه أو إن لم يكن أفضل. لا طبعا دخلت المعرض كويس، يعني ما انا زي ما بقول لحضرتك في تقنيات حديثه كتيره، وبيعرض مختلف انواع الفيلر، انواع كتيره من البوتوكس، اجهزه الليزر، الخيوط الذهبيه لشد الوجه، تقنيات جديده برضو شفناها لتشخيص الامراض الجلديه زي الموجات الفوق صوتيه العاليه الالترا، يعني بنسميها الترا فوكس الترا ساوند، بتوري تقدر توري الطبيب طبقات الجلد المختلفة بالالترا ساوند. كنا قبل كده ما نقدرش نعمل الترا ساوند للجلد، لكن دلوقتي في جهاز بورتابل الطبيب ممكن يحمله ويمكن يبص بيه على الجلد يشوف اخباره ايه يعني.